بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة وسلاما على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي ظلال الأصيل في كل مكان، مرحبا بكم عبر إطلالة جديدة وعبر مساء جديد وعبر فكرة أخرى متجددة عبر مساء هذا اليوم في ظلال من الثروة الحيوانية وإلى فتح آفاق للتصدير عبر هذه الشركات. أهلا بك، ما فت الخاطر، يا ريت يقبل حلم حقيقة، ويا ريت الأيام تجمعنا وفيها نعوض كل دقيقة. ومن أرض الشمال بنقول الناس قالوا لي انساها، لو داير تطيب بسرعة حاول نوغل بننساها، ذكرت لي صبحة طبعة العطفي صباح أيامي، لا غابت خميس لا جمعة شالت بالي، ما فضل لي منه قدر أعد لا سبعة. ومن أرض الحنين والشمال بنقول يما رسلي لي عفوك ينجيني من جور الزمان. النيل والشمال والإنسان الأصيل هم كانوا من جاءوا بهذا الجمال وبهذه الطيبة وبهذه المحنة ومفردات الحب والتغني للطبيعة، هم الآن من يحملوا لواء ومجعل وحدة السودان. إذن أنفاس اليوم هي طريق جديد ممهد نحو وحدة السودان عبر حلقة خاصة من خلالها وفي ظلال الأصيل، نعلن لكل السودانيين ولكل من يتابع ظلال الأصيل عن القصيدة التي تعتبر هي ملحمة من ملاحم السودان الموحد عبر أستاذ الجليل وعبر ضيف الكريم الذي أسعد أن أكون في معيته، أستاذ السير عثمان الطيب، شاعر الشمال وشاعر السودان. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك أخي نزار، وشكرا لشروق، وشكرا لظلال الأصيل، وسعيد بالمشاركة معكم. ونحن نبحث عن سبل كسب الوحدة الواجبة، ونسأل الله لوطننا أن يظل موحدا متوحدا أرضا وشعبا إن شاء الله. أستاذ سر، يمكن أنتم كشعراء سودانيين على صفة العموم واحدة من قضاياكم المهمومة جدا الآن هي وحدة السودان، يمكن هي الهم السياسي وهم الزول اللي بيعمل في مجالات متعددة، لكن اليوم الهم هو هم المبدع السوداني بصفة عامة. هذا حقيقة فعلا، يعني وأنا بفتكر إنه يعني المبدعين وسائر المواطنين في هذا البلد في هذه المرحلة المفصلية في تاريخ السودان عليهم أدوار وعليهم مسؤوليات يجب أن يتصدوا لها ويجب أن يعملوا من أجلها عشان الوطن يظل واحد وموحد إن شاء الله. الشأن الثقافي أو الماعون الثقافي دائما وسيع ودائما يشيل أكثر ودائما مؤهل وقادر على إنه يستوعب الناس في وطن واحد مهما تباينت الاختلافات والرؤى السياسية والفكرية والإثنية والدينية. ونحن يعني بنفتكر انه ده اقل ما يمكن ان نقدمه للوطن الذي عشنا في كنفه وتربينا على ترابه. انا اذكر برضو السادة المشاهدين بامكانهم انه يتواصلوا معنا على رقم الهاتف الظاهر اسفل الشاشة في موضوع حلقة اليوم وهي انفاس الوحدة، واعلان مباشر عبر ظلال الاصيل لواحدة من الملاحم الوطنية السودانية من شاعرنا السير عثمان الطيب. سأسر فكرة القصيدة السبل كسب الوحدة الواجبة في السودان، يعني القصيدة يمكن عندها فكرة وعندها مضمون وعندها هدف عاوز ترسله. والله شوف، عارف نحن زمان في ونحن في الابتدائي، يعني جيلنا لما كان في الابتدائي كنا بندرس في الجغرافيا، كان في المنهج يورونا كيف
الناس بيكسبوا عيشهم في السودان، سبل كسب العيش في السودان. ودي كانت أنشودة كتبها الراحل المعلم الأستاذ الجليل طيب الله وسراه عبد الرحمن علي طه، وهو أول وزير معارف سوداني. عمل أنشودة طاف فيها على مجموعة 9 أصدقاء في السودان، وجيلنا كله كان يحفظ هذه الأنشودة. كنا يعني وكانت بلحن واحد في الشمال في الجنوب في الشرق في الغرب في وسط السودان، كل الناس الابتدائي كانوا حافظينها يعني ويرددوها. ودي يعني وحدت الوجدان يعني طفولتنا زمان. كيف القول دي التغيت بالصديق، و يعني اوحت لي الفكره دي انه انا اسجل زياره لهؤلاء الاصدقاء. هم 9 اصدقاء هم 9 اصدقاء في مختلف بقاع السودان، حنجي على سيرهم الان. يعني اسجل الزياره دي واكررها، لكن ليس بحثا عن سبل كسب العيش، انما بحثا عن سبل كسب الوحده الواجبه. ولو حبيت نحن نقوم نقول منها مقاطع نبدا. نعم، فعليه رحمة الله أستاذنا الجليل عبد الرحمن علي طه قال كده، قال في القول دي التغيت بالصديق أنعم به من فاضل صديق، خرجت أمشي معه في الساقية ويا لها من ذكريات باقية، وكم أكلت معه الكبيد وكم سمعت أور ألود. قالت بالأحضان، قالت بالأحضان بلهفتي وشوقي، وكانت على الأغصان قمري بتقوقي. قالت له يا صديق يوم عمري ما لومتك، أنا في الفرج والضيق بي الله خصمتك، قبلت فيك الريق أمرق لي من صمتك وأنضم لسان عربي وأقلب لسان رطان، وقول للإنس والجان تتقسم الثروة إن شاء الله تتقسم، وتتقسم السلطة إن شاء الله تتقسم السلطة والثروة إن شاء الله ضمة تطير، بس يا جماعة الخير لا تقسموا الأوطان، يا جماعة الخير لا تقسموا الأوطان، اللي يبقى فد سودان ما يبقى سودانين، الثروة في داهية والسلطة في 60، وما شفت حتى الطير وقتين يسوي الريش وينقد له حبة عيش ويفرد جناحه يطير شايل الهوى الهباب، دايما يطير أسراب جمجم دوام يتلم وين ما مشى وشقيش، يمرق له من فد باب ويدخل له من فد باب، رغم انه يا الصديق واسع سماء الله واوسع من اي تراب، والواسع ما بتضيق لناس كم حاجت وبيناس ما ضاقت، ما ضجت الاوطان لو ما بيصوت ويعوس ويضيق الانسان، لو ما بيصوت ويعوس ويضيق الانسان. ودعته والأهل والعشيرة ثم قصدت من هنا كريرة، نزلتها والقهرش مضيف وكان ذاك في أوان الصيف، وجدته يسقي جموع الإبل من ماء بئر جره بالعيج، وعطشان قطيع إبل شاشة ونهر عجل، وكان عجل جار حبل القرشي واستهل ساكت سكات وسكات، قط ما سألني بتات عن أصلي أو فصلي، ما سألني بتات عن أصلي أو فصلي، وأنا ما سألت بتات عن أصله أو فصله، رحب بي لاقاني، أداني أحضانه أديته أحزاني، أداني أحزانه أديته أحضاني، كفاني كفاني بس إنه سوداني، كفاني كفاني بس إنه سوداني، وأنا زيه سوداني، زول دمه سوداني ودم إبله سوداني ودم عجله سوداني وجرح حبله سوداني، ليش نتقسم زولين والروح فرد واحد؟ كيفين تكون روحين يا الله يا حنان؟
يا الله يا حنان يا ربي يا منان يا سيدي يا كنان ألف قلوب الناس أجمع قلوب الناس على فد مصير لا غير على فد مصير لا غير على وحدة السودان على وحدة السودان. ومن هناك قمت للجفيل ذات الهشا بالناظر الجميل وكان سافري وقت الحصاد سرت مع رفيقي في البلاد ومر بي فيها سليمان على مختلف المحصول بالحب امتلى آلاف سنين وسنين آلاف سنين وسنين مسج الرمال والطين متماسك تربتنا عثرت على الصحراء بإلفة غابتنا ونبتت هشابتنا خدروا مضاها ظليل وظلينا متماسكين وماسكين على السكين حبل الوطن والدين وحدتنا خوتنا وبيناتنا طيبتنا زادت محبتنا يا هدهد الوحدة يا هدهد الوحدة كلم سليمانك لملم شتات ناسك في نواحي سودانك من كل لون ولسان زنجك وعربانك أجمع عوات الجن أحشد جيوش نملك اليبو أعوان واستفتي في أمرين استفتي في أمرين يا إما الفتنة أو إمة فتنة يا إما الفتنة أو إمة فتنة الفتنة شان نبقى والفتنة في الفرقة والفرقة أسوأ قرار تنجب مصيبتنا آه ومصيبتنا كيف اللي كان سيد بيت كيف اللي كان سيد بيت يمرق يفارق الدار كيف اللي كان سيد بيت يمرق يفارق الدار ويرحل بلا راس خير أو يبقى عاشر جار يرحل بلا راس خير أو يبقى عاشر جار ده طواف نحن منطقة في السودان دي ده كان سليمان محمد عثمان في الجفيل والجاي محمد وتفضل في بابنوس نجيبه بعدين نواصل طيب أستاذ سر لو جينا عملنا كده يعني نحن الآن طفنا معاك للمناطق السودانية الجميلة دي لما شاعر سوداني يعني يعاي للحياة كده بمفهوم الشعري هل إحساس شعرك ده هو ترجمة للوحدة الوطنية الحاسية كل سوداني يعني القصيدة اتكتبت في فترة طفولتكم نعم الآن هي قصيدة يمكن طبق الأصل ليها نعم ما بين الإحساسين شنو ما بين أنا يعني أقول لك ما يعني ما قادر أتصور على الإطلاق يعني من ما قرينا في المدرسة الابتدائية مانجو زنبير ونحن جايين نهسع ده في النص بتاع الأستاذ المرحوم عبد الرحمن علي طه ولحد الآن ما قادر أستوعب وأتصور وأتخيل إنه ممكن هذا الوطن ينقسم ما حقدر أتصوره حتى لو انقسم لا قدر الله ما حقدر أتصوره لأنه أنا عايش بكل ما أملك يعني بكل ما أملك في دواخلي من جوا عايش بأنه هذا السودان هذه الخريطة ستظل هكذا إلى الدوام وأتمنى أنها يعني تظل إلى الدوام بإذن الله والدارين يفرق النيلين حقه يعرفه ما في زمن حقه يعرفه ما في زمن يقدر يفرق النيلين بعد ما فاتن نعم. المقرن نعم يمكن صحيح. السودانيين كلهم فاتوا المقرن نعم صحيح ومن الصعب الآن أنه هذا الشعب الجميل والشعب المناضل والشعب الصابر انه تصل به الاسباب للفرقه والشتات نعم وانا بفتكر انه زي ما قلنا يعني دي ما مسؤوليه المبدعين لوحدهم مسؤوليه يعني شان كل مواطن حتى المواطن العادي ده يعني كل في مجاله يحاول بقدر الامكان انه يدفع باتجاه انه الوطن يظل واحد واهله يظل نعم انت الان استاذ السير يعني قمت بدور يمكن هو المنوط بكل مثقف سوداني الان سواء كان داخل السودان او خارج السودان او كان في قريته او في فريقه او في حلته اللي هو الان يبصر عبر الابداع وعبر الشعر وعبر الكتابه بمضامين الوحده صحيح. الوطنيه هل في دور بتشوف انه مع اقتراب فتره الاستفتاء المقبل على كل سوداني بهمنا الكبير ده هل في دور موحد ممكن الناس تتفق عليه
والله انا بفتكر يعني انه يعني زي ما قلت لك لو كل واحد في مجاله ادى دوره الادوار دي يعني تتجمع وتكون رصيد كبير، انا بفتكر انه ممكن يدفع في اتجاه الوحده. الوقت ما فات يعني it is not too late، لا ما زال في وقت وما زال نحن قادرين على اننا يعني نؤثر ونتاثر. ويكفي اللي احساسر في القصيده ده يعني نواصل نحن نمشي وين؟ حنمشي على المنطقه؟ نحن هسه حنمشي حنزور منو في الناس محمد الحبايب؟ فضل في بابانوس، نحيي ناس بابانوس كلهم وبيشاهدونا الان، بنقول لهم استاذ سر عثمان الطيب الان في طريق لكم وحيسمحكم ان شاء الله. وقبل سير ما يكون في طريقه كان عليه رحمة الله أستاذ مربي الأجيال عبد الرحمن علي طه الأستاذ الجليل قال: ومرة برحت دار أهلي أزور فيها صاحب ابن الفاضل، ألفيته وأهله قد راحلوا من كيلك وفي الفضاء نازلوا، في بقعة تسمى بابنوسة حيث اتقوا ذبابة تعيسة منحوسة متعوسة، منحوسة متعوسة طير الذبابة تحوم، تلسع شمال وجنوب من واو إلى الخرطوم، تنفس سموم وسموم ميكروب حروب ودواس وسواس، أبو الخناس يسلب عقول الناس ويخرب قلوب الناس، عجبا ذبابة النوم تحرم بلدنا تنوم، ليه يا ذبابة الهم عجبك مآل الحال؟ عجبك مآل الحال وجع انفصال ونصال، جسد الوطن محموم فكر الوطن مهموم ونفس الوطن مكتوم وليل الوطن ملغوم ونيل الوطن مفطوم، يا ويلنا يا ويلاه لو يوم صبح مكسوم، يا ويلنا يا ويلاه لو يوم صبح مكسوم، مهدوم ركن مشروم فوق مين حنرمي اللوم؟ فوق مين حنرمي اللوم؟ مانجو زمبيري في يامبيو. ونحيي كل ابناء الجنوب. نعم. ما زلت في رحلاتي السعيدة حتى وصلت يامبيو البعيدة، منطقة غزيرة الأشجار لما بها من كثرة الأمطار، قدام لي مانجو طعام البفرة وهو لذيذ كطعام الكسرة، في ليمانجو زمبيري ليمانجو زمبيري في يامبيو الخضراء، غنيت غناوي الحب والحلم والفكرة، صحيت حنين الغاب والوادي والصحراء، في الماضي والحاضر والدار يكون بكرة، الماضي بخير وبشر صار ذكرى، والحاضر الماثل ماشن بعترة، يا من بخد بالك يا منجو خد بالك، هاك ايدي جيب ايدك، لاك سيدي لا سيدك، سيد الجميع الرب، انا حالي زي حالك، من فالي كان فالك، موالي موالك، في الحسبه نحن اخوان، في الحسبه نحن اخوان، في الحاره نتشايل وفي البارد نتواصل، من فصحن ناكل ومن فد نبع نشرب، البينا لا تخرب، البينا لا تخرب، أنا ما بفرط فيك، أنا ما بفرط فيك، وأوعك تفرط في وطنا بلاك وبلاي ما بيسوى شيء من شيء، وطنا بلاك وبلاي ما بيسوى شيء من شيء. ولما أستاذ السير عثمان الطيب يعني نلقى زول زي إبراهيم دينك من أبناء جنوب السودان يعني يغني الزول الوسيم في طبعه دائما هادي، يعني دي الناس لازم تقف فيها. صحيح غنى هو غنى الزور الوسيم في طبعه دائما هادي، وكان تصعب عليه اللغة يعني، أيوة الجميل انه قد لا يكون فاهمة لكنه يعزف بمهارة على آلة الطنبور، يضبط ايقاع زمنه تماما مع ايقاع الدليب بدون اي نشاز، غنى يا يوم ارسل لي عفوك، غنى الزور الوسيم، غنى الطيف، غنى
الى اخره. انا احييه واتمنى ان الاقيه الحقيقه مين ما جيت من 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 خارج السودان منذ 4 سنوات. هو من ابناء الجنوب الداعين لوحده السودان وزار الشمال ويحب الشمال ويحب ناس الشمال. نعم صحيح. ويمكن دي كلها يعني مدعاه لانه الناس تقول انه يعني السودان بجماله بجمال اهله بطيبتهم يعني لازم الناس زي الحاجة البدو يتواصلوا فيها مهما صحيح كانت الظروف. صحيح نعم صحيح. نحن عندنا أخونا حاج طاهر في محمد قول. وبعدها استمر برحيلي حتى نزلت في محمد قولي وجدت فيها صاحبي حاج طاهر وهو فتى بفن الصيد ماهر. ذهبت يوما معه للبحر وذقت ماء لا كماء النهر. يا صاحبي حاج طاهر يا صاحبي حاج طاهر يا زول أخوي يا زول بارع نقي طاهر ساكن محمد قول قول يا رفيقي وقول عن ظاهر الباطن أو باطن الظاهر. قول للبحر بخر مويتك غيوم وسحاب. قول للبحر بخر مويتك غيوم وسحاب. بسرعه تشيل الريح يصبح جنوبا كاب. معون فيكتوريا صوب الشمال ينساب. قدام براحه فسيح من شر مليون ميل. الويل وثم الويل الويل وثم الويل لو يوم نقص فد نيل وشال التراب الريح. الويل وثم الويل لو يوم نقص فد نيل وشال التراب الريح. في الجزيرة أحمد محمد صالح في وسط الفاب. رحلت من قول لوتس الفاب لألتقي بسابع الأصحاب. وصلته والقطن في الحقل نضر يروى من الخزان لا من المطر. أعجابني من أحمد التفكير في كل ما يقوله الخبير. يا سابع الأصحاب يا سابع الأصحاب أحمد في ود سلفاب. يا بازر التيراب قطنك وقف قيساب لكن حليل وحليل فات مصطفانا وغاب. باكي النهار والليل الشل والأصحاب أغشالي ست الجيل جيران والأحباب. حدث بطان الحي أوعى الكلام الني. الني حطب للنار الني دواه الكي والكي بعد تدبير وتدبير بعد تفكير. ما بين خيار وخيار وما بين مصير ومصير. يا تو الصحيح أخير يا تو الصحيح أخير. نشرع نوافذ الحب ونفتح بوابة الخير أم نجيب المحصول قبل نحاح الطير. نشرع نوافذ الحب ونفتح بوابة الخير أم نجيب المحصول قبل نحاح الطير. أستاذ السر نقف في الجزيرة دي شوية كده قبل نعم. ما نواصل نعم. اللي هي صرة السودان بالضبط. والصرة هي اللي بتربط صحيح يعني منطقة زي منطقة وسط السودان اللي هي رمانة رمانة ونقول تفاح نعم. وبتضم كل أبناء السودان صحيح. ما ممكن نحن كمبدعين نشتغل في المنطقة دي يعني منطقة زي الجزيرة منطقة زي الخرطوم منطقة زي وسط السودان نيل الأبيض فيها كل قبائل السودان. كمبدعين الفكر الممكن تنتشر بسهولة يعني أنت الآن تفتى مختلف مناطق السودان في قصيدة. المبدعين الآن في يدهم الآن منتديات في يدهم ينشروا في يدهم يطرقوا على باب قضايا معينة. والله شوف أنا بقول لك يعني أنا أتصور وأتمنى إنه هذه الفترة المتبقية من الآن إلى يناير 2011 يكون فيها حراك سياسي ثقافي ضخم ثقافي ضخم فني ضخم تواصل شمالا وجنوبا لا ينقطع لأنه الوقت ما الوقت
دليل يعني في من هنا الى 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 ان تحين لحظه الاستفتاء. لكن انا اقول انه يعني اشتراطات و يعني الظروف الموضوعيه لاننا نظل متوحدين كثير موجوده متوفره منها. نحن اصلا شعب واحد يعني مع اختلاف بعض الاختلافات يعني اصلا من بدري نحن امه واحده نيلنا واحد نعم نيلنا واحد وارضنا واحده يعني الاراده السياسيه انا اعتقد برضه انها متوفره. التنميه السلام توفر التنميه ممكن الناس يوفروا قدر هائل جدا جدا في الفتره المتبقيه دي من تطورات ويعني احداث يعني نوعيات من النقله تساعد وتساهم في تقريب يعني الوحده او جعلها جاذبه. وانا بقول ما جعلها جاذبه وبس يعني بل جعلها واجبا. نحن نواصل في الاعلان عن الملحمه الوطنيه هي وحده السودان، ويمكن حنكون ضيوف على واحد من الاصدقاء اللي هو منه ده ادريس يوسف في ام درمان، اللي هي ام درمان دي البوتقه يعني وبلد الحنان والامان. نعم. ولست انسى بلدة ام درمان وما بها من كثرة السكان، اذ مر بي ادريس في المدينة ويا لها من فرصة ثمينة، شاهدت اكداسا من البضائع وزمرا من مشتر وبايع. يا درة الأوطان يا درة الأوطان يا غرة التاريخ، مهرك سلام وأمان، فخرك هلال مريخ، ولدك جناك إدريس قام بالعديلة عريس، الزفة واقعي خميس ساير على البروف المورد الهاشماب، وفتيح معانا حضور أبعنج والقبة والطابية آخر الميس. مزيكا يا وهبة مزيكا يا وهبة، أعزم كرومة سرور عبد اللطيف والماض، والأمة واقفة صفوف القلعة فيها بدور ما بين سرور وحبور، اللمة ضابحين تور يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي أستر من البدبي، يا ربي يا ربي أستر من البدبي، أستر من الدبيان من وسوسات إبليس، أستر على السودان ما يندفن له كجور، أستر على السودان ما يندفن له كجور. أنفاس الوحدة مشاهدي الأعزاء عبر الظلال الأصيل في هذا المد الشعر الإبداعي المتواصل عقب الفاصل. مرحبا بكم من جديد من حلفة لنملي ومن نملي لحلفة ومن الجنينة لطوكر، مرورا بكل سهول وبوادي وقرى ومدن ومساحات وباحات الوطن.
السودان نطوف اليوم شعرا عبر أنفاس الوحدة في واحدة من القصائد السودانية التي تساهم بالتأكيد في دعم أواصر وحدة السودان، هذا السودان الوطن الواحد الموحد بجهود أبنائه المخلصين، مع الأستاذ الشاعر السير عثمان طيب في ملحمته التي أعلنها هذا اليوم عبر قناة الشرق. سبل كسب الوحدة الواجبة، ونحن وقفنا أنا داير أقدم تقريبا عبر أنا مذكر القصيدة طبعا.